السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب هم عماد الأمة وهم عصبها، وهم سبب نهضة الأمة وانتكاستها. وعندما أدرك الأعداء هذا شنوا حربا على الشباب، وللأسف صار الشباب في ضربهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. مشاهدي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. معنا ومعكم فضيلة الشيخ أيمن المصري القائم على البرنامج. مرحبا فضيلة الشيخ. أهلا بك يا شيخ محمد، وأهلا بمشاهدينا الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا مولانا. معنا ومعكم الداعية الشاب عبد الله الجندي. أهلا بحضرتك. أهلا. ومعنا ومعكم الداعية الشاب عبد الله خليفة. أهلا بحضرتك. بداية شيخ أيمن، حلقتنا النهاردة بعنوان شباب الأمة إلى أين؟ أول سؤال، إيه أهمية فترة الشباب بالنسبة للمسلم؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله على من علم الدنيا الحب، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على من علم الدنيا الرحمة، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على من علم الدنيا الأخوة، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على من علم الدنيا بأكملها الخلق، صلى الله عليه وسلم. أزمة طبعا حقيقية بتواجهنا الآن في المجتمع الإسلامي كله، هي فعلا أزمة الشباب. احنا دلوقتي في شباب كتير ضائع، في شباب كتير لاهي، في شباب كتير في غفلة. لأن الشباب فعلا، أو مرحلة الشباب دي أهم مرحلة بالنسبة لأي رجل وخصوصا المسلم. أزمة كبيرة بتواجهنا في المجتمع، الشباب اللي مبقاش عنده طموح، الشباب اللي مبقاش عنده هدف، الشباب اللي بيضيع وقته أو فراغه في أشياء لا ترضي الله، اللي بيضيع وقته في أشياء بتغضب الله. احنا النهارده لينا وقفة، شباب الأمة إلى أين؟ لا أين؟ عايزين تروحوا فين؟ يا شيخ محمد، اعلم يقينا إن أي أمة نهضها بشبابها. أي أمة متقدمة ومتحضرة اعرف إن شبابها عندهم علم، عندهم وعي، عندهم ثقافة. وأي أمة عندها تخلف اعلم يقينا إن ده بسبب شبابها، لأن الشباب هم عصب أي أمة. إحنا لو رجعنا لورا شفنا إزاي كان الشباب في الإسلام، لما نسمع عن سيدنا علي رضي الله عنه بيسلم وهو عنده 10 سنوات، ينام نكير صلى الله عليه وسلم في الفراش وعنده يعني 13 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هيذهب أو رايح مهاجر إلى المدينة، ومين اللي بينام في الفراش؟ علي. إيه الحكمة من نوم علي في الفراش؟ هو نايم عشان يؤدي الأمانات إلى أهلها. طبعا صلى الله عليه وسلم سايب أمانات في عهود، في أشياء للناس، حقوق، فسيدنا علي هو اللي إيه؟ هيأديها. ما أنه عارف إن كده كان بيغامر بنفسه إنه ممكن يموت أو يتقتل، يعني الكفار يخشوا ويموتوه. هو ده الشباب. إحنا الدرس ده بنتعلم منه الشاب المسلم ازاي تكون اخلاقه. لازم يكون قوي وشجاع. سيدنا علي كان لسه شاب ودخل معارك وغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيقود في بعض المعارك. لما نسمع عن أسامة بن زيد، لان احنا عندنا مصيبة طامة يا شيخ محمد، الشاب دلوقتي يوصل 17 18 20، وتيجي تكلمه يقول لك ده انا لسه صغير، تسأل أبوه وأمه يا عم ده لسه ما راحش ولا جه، يبقى دخل في مرحلة 21 22، ده لسه مش عارف حاجة. يا جماعة، أسامة بن زيد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على قائد للجيش وعمره 18 سنة. عارف يعني إيه قائد جيش وعمره 18 سنة؟ 18 سنة. أيوه، بس كان عنده من الذكاء والقوة والشجاعة والبسالة والمروءة، كان عنده دين، كان عنده علم. هو ده اللي احنا مفتقدينه دلوقتي. شباب الأمة رايحة لفين؟
احنا عايزين نتأسب دول. وسامة بن زيد كان قائد جيش، عارف يعني ايه بيقود جيش قائد؟ وطبعا نفس السلام مش هيحطه في المكانة دي الا انه عارف انه ذكي وعلى دين وعلى علم وثقافته وعنده الحنك ان هو يدير الامر. دلوقتي 18 سنة ده لسه عيل، لك مراهق. ده لسه في سن المراهقة. ايه يا جماعة 18 سنة ده اصبح رجل يعتمد عليه. انت دلوقتي بتخش الجيش عندك كم سنة؟ 19 19 ونص، هو ده سن الشباب. فاحنا عايزين نتأسف دول. اسمع بقى عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، كل دول سنهم يعني. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، يعني عبد الله بن عمر كان عنده 13 سنة ساعة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف ذكر أو بلغ كم حديث عن سلم؟ 1660 حديث، وعنده 13 سنة غلام. تخيل، شوف النوابغ. فهو ده اللي احنا عايزينه. الشباب مهم جدا في حياتنا يا جماعة. العلام ليس بعين. عايز تطلع مهندس ماشي، عايز تطلع طبيب ماشي، عايز تطلع مستشار ماشي، عايز تطلع أي شيء ماشي، بس أهم شيء الأخلاق وديني. أركز في تربية أولادي. وأختم بحديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته. هتتسأل والله عن ابنك، علمته العلم الدنيوي ونسيت الأخروي، هتتسأل أمام الله: أنت ليه ما علمتش ابنك القرآن؟ ليه ما علمتش ابنك السنة؟ ليه ما علمتش ابنك الأخلاق؟ فأسأل الله أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. نعم، كلام جميل جدا ومهم جدا، جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. يعني بداية نحب ننوه السادة المشاهدين، أي حالة عندها مس أو سحر أو حسد تتواصل مع الشيخ أيمن المصري، والأرقام بتبقى ظاهرة على الشاشة، فعلى رقم الخاص يعني. طبعا احنا بنتكلم عن الشباب، معانا ما شاء الله نموذجين للشباب الملتزم، الشباب اللي نشا في قطاعة الله والدين. كنت سامع ان انتم مجهزين مفاجاه كده، يعني مفاجاه للحلقه النهارده. ان شاء الله. يا ترى ايه هي؟ ان شاء الله احنا داخلين في دوت كده. طيب نسمع الدوت ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أيها المسلمون، هذا رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم، إنه رسول الله، رسول الله الذي قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. صح عن البراء بن عازب وأنس بن مالك أنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. نعم، كان ورب الكعبة قرآنا يمشي على الأرض، شهد له بحسن خلقه قبل بعثته وبعدما بعث، عندما أمره ربه جل وعلا أن ينذر عشيرته الأقربين، صعد على جبل الصفا وقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: بلى، ما شهدنا عليك إلا صدقا. شهد له بأن خلقه كان رفيعا طيبا حسنا، ولم لا، وهو الذي صدقه وزكاه ربه في كل شيء. هو الذي زكاه ربه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. هو الذي زكاه ربه في لسانه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. هو الذي زكاه ربه في بصره فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. هو الذي زكاه ربه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. هو الذي زكاه ربه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. هو الذي زكاه ربه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. هو الذي زكاه ربه في خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، ورب الكعبة إنه ذو الخلق العظيم الجليل، ولم لا، وهو الذي قال:
قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكان من خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان لينا طيبا، كان لا يقابل الإساءة بالإساءة ولا الإيزاء بالإيزاء. كان من خلقه أنه كان حليما، ولم لا، وهو الذي وصفه ربه جل جلاله بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، كان صلى الله عليه وسلم عفوا، قال له الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يتسم بالعفو. يوم فتح مكة، يوم الفتح العظيم، قال لقريش: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم اليوم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفو من نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العفو حتى وهو في موضع القوة. يعني ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين صحابته، فدخل عليه رجل فجذب النبي صلى الله عليه وسلم من كبته وقال له: يا محمد، أعطيني من بيت مال المسلمين، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. فعمر بن الخطاب يمسك سيفه يريد أن يقتل ذلك الرجل الذي تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرده عمر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رد عمر بن الخطاب وقال إلى الرجل: اذهب إلى بيت المال المسلمين فخذ ما شئت. أعطاه صلى الله عليه وسلم ما شاء. عفو من نبينا صلى الله عليه وسلم، عفو. سبحان الله، رسول الله يعفو عنه وهو في موضع قوته صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل إلى قومه فقال له قومه: بماذا عدت؟ قالوا: اذهبوا فأسلموا، فإني جئتكم من عندي أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم عفوه جعل الكافر يدخل دين الإسلام. كان من خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان متواضعا، كان يتواضع مع الصغير قبل الكبير. دخل الحسن فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: أتقبلون أبناءكم يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر له: من لا يرحم لا يرحم. ولما لا يكون هو صاحب الرحمة، وهو الذي قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنه رسول الله يا سادة، وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فكان من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان عادلا، كان عادلا مع البعيد قبل القريب. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. خرج صلى الله عليه وسلم يوم وفاته وقال: من أخذت منه مالا، أيها الناس، من أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن أذيت له جسدا فهذا جسدي فليقتص مني. فقام عكاشة وقال: يا رسول الله، أتذكر يوم بدر، يوم كنت تصف الصفوف وكنت متقدم، ووكستني في ذلك اليوم بالعكاز في بطني، وألمتني في ذلك اليوم يا رسول الله، وأنا الآن أريد القصاص يا رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا، وجاءوا بالعصا، فقام علي بن أبي طالب قال: القصاص في أنا يا رسول الله، القصاص في أنا يا رسول الله. فعر النبي بطنه وقال: يا عكاشة، فلتقتص لنفسك يا عكاشة. فيكسو عكاشة على ركبتيه ويمرغ وجهه ببطن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، والله ما أردت القصاص، ولكني أردت أن يكون آخر لقاء بيني وبينك أن يمس جلدي جلدك. القصة رائعة،
أروي لكم هذه القصة، اسمعوني يا أحباب. أروي لكم عن قصة للمصطفى، إذ قام يوما للجهاد منظما، رص الصفوف كما الصلاة تصفهم، فكأنهم بنيان سد أحكما، فتجول المختار بين صفوفهم، فإذا بشخص بينهم متقدما، قد غير الصف القويم خروجه، نظر الرسول إليه ثم تبسما، وبعود غصن للصفوف أعاده، وأعاد للصف القويم تقوما، قال الفتى في رقة وتمسكون يشكو إلى المختار منه تألما، آلمتني بالعود يا خير الورى، فاستغرب الجمع الغفير وهمهما، ما ظنكم ماذا يكون جوابه، هذا رسول هذا خلق عظيما، فتأملوا في قائد ومجند قد أظهر الإسلام حبلا فيهما، هذا محمد كاشف عن بطنه، تفديه روحي مرسالا ومعلما، تفديه روحي مرسالا ومعلما. صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وبأمي يا رسول الله. أحبتي في الله، والله لو ظننا أن نتحدث من هنا حتى موتنا ما كفى الكلام عن رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ربنا يبارك فيكم، استمتعنا كثير فعلا بالدود، ربنا يبارك فيكم. مولانا الشيخ أيمن، يعني فضلتك اتكلمت من شوية عن الصحابة، شباب الصحابة، وإزاي كانوا رجال فعلا، وإزاي كانوا أبطال فعلا. إلى أين أصبح حالنا اليوم وحال شبابنا؟ عايز أوجه بس رسالة للمشاهدين، الداعية المستقبل إن شاء الله عبد الله الجندي وعبد الله خليفة، هم الأزهريين ولا شيء، ده في ثانوية عامة. هو ده النموذج اللي احنا عايزينه في كل بيت. أنا طبعا وأنا بسألهم قبل الحلقة أنا كنت بظن إن هم أزهريين. فأنا أنا 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 يعني بالصدفة عرفت إن هم في ثانوية عامة. هو ده اللي احنا عايزينه يا جماعة. أنت ابنك في ثانوية علمه القرآن. ابنك هيطلع مدرس، هيطلع طبيب، هيطلع أي شيء، علمه القرآن. يعني مولانا الدين مش حكر على الأزهر بس خالص. يا حبيبي الأزهر ده منارة الإسلام دلوقتي في مصر، لكن واحد ما دخلش أزهر ما يتعلمش، ما يقرأش، لا خالص. واحد ما أصابوش الدور، أبوه ما عرفش من صغره يوجهه ودخل المدارس عادية أو مدارس خاصة. لكن أهم حاجة الدين، الدين في أي مكان، في أي، طب ما في أي مدرسة فيها دين، بس أهم حاجة اللي بيهتم. يا جماعة والله والله احنا سبب انتكاستنا كمسلمين في كل مكان الآن، او اكبر سبب في الانتكاسات هم الشباب. الشباب دلوقتي كل همه اتخرج، مستني حاجة معينة، بيدور على حاجة معينة. طب يا عم ما ابحث، شوف اي مجال اتعامل فيه اي شيء، بدل ما انت قاعد منتظر المجال اللي انت تخصصك فيه، ابدع في اي مجال، شق طريق في اي حتة. فشبابنا دلوقت حاله صعب جدا. احنا لو قرأنا في السيرة والتاريخ هنشوف عظماء، عظماء قادوا الامم وهم لسه في سن الشباب. احنا لسه بنذكر أسامة بن زيد لما يبقى قائد جيش، قائد وهو 18 سنة. سبحان الملك. شوف فعلا كما قال عمر، كنا رعاة للغنم، فجاء الإسلام فأعزنا فصرنا قادة للأمم. تخيل أنت طول ما في دين هتقود الأمة، هتقود وتبقى دايما في المقدمة. نفس النظام لو أنت علمت ابنك الدين بالقرآن، والله هيزداد فهم. واتقوا الله ويعلمكم الله. انت طول ما ابنك بيقرا قران وعامل نفسه ورد يومي، ده بينشط الذاكره. القران ده يا جماعه بالنسبه للروح، بالنسبه للجسد، هو الروح بالنسبه للجسد، هو الغذاء للروح. القران ده غذاء روحك.
احنا ايه اللي بيميزنا عن غير على غير المسلمين؟ القرآن. احنا عندنا القرآن ده الطاقة الإيجابية بتاعتنا. كل جسمك لما بيتغذى بالقرآن بيتشبع، بيزداد قوة، بيزداد حيوية، بتزداد ذكاء. جرب، ما بيع مع ان ما فيش تجربة في ديننا. يقينا اي واحد ليه بيقرأ وعامل نفسه ورد يوم كل يوم في القرآن، وعامل نفسه كل يوم ورد بيقرأ كل يوم حديث او اثنين او ثلاثة، والله بتلاقيه شاطر جدا وذكي جدا ومتفوق جدا، وان شاء الله طبعا وجهه عليه نور، لان الطاعه عليها نور في الوجه ونور في القلب ونور على الوجه ومحبه في قلوب يعني الخلق. مثلا بذكر الورد وقراءه القران، شباب الثانويه العامه يقول لك انا ما عنديش وقت، انا وقت كله مذاكره ودروس، ما عنديش وقت اقرا ورد من القران. عنده وقت بس يمسك التليفون ويلعب جيمز بابجي او يلعب ما اعرفش العاب كتير، يا اما يراسل الشات وممكن يقعد. انا بشوف يعني وعندي نماذج كتير، ابص الاقيه قاعد بيتكلم على الواتس مع صاحبه بالساعه والساعتين. ليه كده؟ والله يا شيخ انا بتكلم في حاجه مهمه. يا سلام، ايه المهم ان انت تتكلم في ساعتين؟ طب انت بقى زي الساعتين اللي ضيعتهم دول بقى بتراسل اذا كان صاحبك، ولا بتقعد بس كل يوم يا اخي ربع ساعه تقرا كل يوم حتى ربع او ربعين في القران؟ يقول لك هو احنا بس بنيجي ساعه القران وتبقى حاجه؟ ده ما فيش وقت، ده الدنيا. ده انا ليه يا عم وانت ال 24 ساعه عمال تذاكر؟ هو انت ال 24 ساعه ماسك الكتاب بتاع المدرسه؟ لا طبعا، انت بتقرا. ده انت ممكن وانت رايح للدرس تقرا ورد، وانت راجع من الدرس ممكن تقرا، ممكن قاعد في المواصلات او تقرا ورد. في اي داخل تصلي مثلا صلاه الظهر او العصر ما بين الاذان والاقامه هقرا ورد، هقرا ربع، هقرا ربعين. مفيش حجه يا حبيبي يا شيخ محمد. لو ما اهتمناش بديننا هنضيع كل اللي انت عمال تتعب عشانه في الدنيا. وكل اب كل ام عمال تتعب عشان ابنك وعمال تتعب عشان بنتك، والله انت كده بتضيعهم لو ما خليتهمش يهتموا بالدين والقرآن. والله انت بتضيع قبل منهم، لان ابنك لو ضاع فده ضياع ليك، لان ابنك لو انت ما علمتوش دين والله لما تموت هينساك، مش هيتذكر ان هو يدعي لك، لان انت اخدته على اللهو، اخدته على الاجتهاد في شغله بس وفي مهنته او في مجاله، ونسيته الركيزه الاساسيه اللي هو خلق من اجلها، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بارك الله فيك مولانا، قلت كلمه خطيره جدا، لو ما اهتمناش بديننا هنضيع. هنضيع. جزاك الله خير مولانا، ربنا يبارك فيك. شيخ عبد الله الجندي، يعني ما شاء الله انت اعتمونا من قليل، يعني منذ قليل، فعاوزين بقى موعظه اخرى ترقق القلوب باذن الله. طبعا الشباب باذن الله. زي ما عجبك معاك كما تحب. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، ايها الشباب كيف حالكم الان؟ كيف حالكم يا شباب الاسلام؟ امشيتم وراء الشيطان؟ أمشيتم وراء أنفسكم ولذاتها وملذاتها؟ لا يا شباب الإسلام، اسمع قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظل، يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم وشاب نشأ في عبادة الله. ما أحوج أمة الإسلام الآن إلى شباب يسيرون بكتاب الله وبسنة رسول الله. شباب الأمة الآن في المعاصي وفي الذنوب. أيا عبد، أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أيها الشباب عليكم بكتاب الله، عليكم بسنة الحبيب رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. مولانا الشيخ أيمن، كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشباب؟ صلى الله على من علم الدنيا الرحمة، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على من علم الدنيا الحب، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أنا
عايز كل أب هيبتدي يلاحظ أو يرجع لدينه أو يرجع ابنه القرآن والسنة، لو قابله عواقب في الحياة، في مشاكل، أنا مش عايزه يتعامل مع ابنه أو بنته بشدة. كل أب وكل أم يعني رسالة قوية، وخلي بالكم ديننا أبدا ما كانش دين عنف ولا دين شدة. صلى الله على من علم الدنيا الرفق، صلى الله على من علم الدنيا الحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع الشباب بحكمة وبرحمة. أنا أذكر بس قصة بسيطة عشان أنا يعني عايز أستمتع يعني دعاة المستقبل. عايز بس أعرف كل أب وكل أم إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع الشباب. أصل الشباب دول يا جماعة مش بيجوا بالعنف ولا بالشدة. الشاب فيه فكر في دماغه، إن ما حورتوش بفكر مش هتعرف تاخد منه أو تعرف تنصحه ولا هتعرف توجهه. الشاب عنده فكر معين، يا إما أنت بفكرك وبحكمتك وبعلمك وبدينك مش هتعرف توجهه. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان بيتعامل مع الشباب. دخل يوم شاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد. تخيل بقى، ركز شوف الموضوع عامل إزاي. وقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. بالزنا انا بقى لا قادر اتجوز ولا معايا والدنيا ملخبطه زي ما ده حال كتير من الشباب. المصاريف او الغلاء او طبعا دلوقتي بقى يشددوا على الشباب في المهور وفي تكاليف الزواج، مش قادر. قال اعمل ايه؟ انا اروح بقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا مش قادر اتزوج. يشوف لي حل. ايه اللي هو الحل بالنسبه للشاب؟ هو فكره كده، انا اديني رخصه يا رسول الله انا ازني. وده حال كتير من الشباب. يبقى في الجامعه في الكليه عامل علاقه مع بنت او دي مصيبه طامه، مصيبه طامه. انت شفت ابنك في طريق هينحرف او ينعوج او هيضيع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان بيتعامل مع الشباب وكلمه بكل حنكه وبكل حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم عامل ايه مع الشاب؟ هل ضربه؟ هل طرده؟ هل زجره؟ والله العظيم ابدا، اجلسه وبكل ابتسامه جميله. صلى الله على من علم الدنيا الحب، صلى الله على من علم الدنيا الحكمة. النبي ابتسم مع انه بيقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا. ائذن لي بالزنا. انت عارف بيخاطب مين؟ بيخاطب اتقى خلق الله الى الله. بيخاطب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ائذن لي بالزنا كمان؟ انت بتقول النبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي بالزنا يا رسول الله؟ النبي بكل ابتسامة جميلة قال له يبقى. شوف بقى الحوار هنا، يعني حتى ما غضبش لما قال له خالص. ما ينفعش. وما سابوش يمشي. ولا قال للصحابه قوم اجلدوه ولا لا خالص. شوف في الجمال، شوف جمال سيدنا النبي محمد ده. بقول لك بابتسامه اجلس كده وقعد. عرف فكر الشاب، جابها له بقى بطريقه جميله. قال له اترضاه لامك؟ ترضى اللي انت كنت هتروح تزني معاها دي تكون امك في وضعها؟ أترضاه لأمك إن أمك يكون هي اللي بيزنى بها؟ فقال له لا يا رسول الله. قال أترضاه لأختك؟ أنت ترضى الوضع ده أو الموضع ده تكون أختك فيه؟ قال له يا رسول الله لا يا رسول الله. قال أترضاه لعمتك، لخالتك، أي حد من أقربك؟ قال له لا يا رسول الله. والشاب كده بيستحي. شوف الجمال، شوف شوف الأسلوب، الحوار النبوي. فقال إذا لماذا ترضاه على غيرك؟ زي ما انت مش ما ترضاهوش على امك او اختك او عمتك او خالتك، ازاي ان انت ترضاه على الناس او ترضاه على غيرك؟ ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفه على قلب الشاب ودعا له. شوف بقى الدعاء، اجمل شيء في الدنيا الدعاء. انا ابني شايفه فيه في طريق غلط، مش بيواظب على المذاكره، حياته كده متلخبطه، ادعي له. لان الدعاء مخ العباده كما قال صلى الله عليه وسلم، والدعاء هو العباده. ادعي لابني بالهدايه، ادعي لبنتي بالهدايه. وخلي بالك يا شيخ محمد، انت الطفل من صغره انت اللي بتاسسه. ما تجيش من صغره تدلعه وتطبطب عليه وكل شويه ما امه تقول لك يا عم ده لسه صغير. وكلمه لسه صغير دي اللي احنا لسه بنتكلم عليها، يبقى عنده 20 سنه ده لسه مش عارف حاجه. يا ماما خليك قائد بجد، خليك راجل في بيتك بجد. اوعى تضيع الرعية اللي انت هتسأل عنها، هتسأل عنها امام الله. شوف بقى، مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، ف
فقال على ما تختالون، انتوا بتختالوا ليه؟ قالوا لقد بدأت، انت اللي بدأت، ونحن نقلدوه واحنا بنقلده، فيشب ناشئ الفتيان منا على ما قد عوده ابوه. الله انت ابوك الله. انت ما تجيش من صغرك ابنك شايفك كذاب ومنحرف وي 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 وعايزه يطلع هو صالح وتقي، مش هينفع. فانت من صغره عوده على الصلاح، عوده على الاخلاق، عوده على التقوى، عشان لما يكبر كده ويرعرع تكون انت اسسته صح. بارك الله فيك مولانا، يعني كلام مهم جدا، ازاي ناسس الشاب من صغره. جزاك الله خير. جزاكم ان شاء الله. شيخ عبد الله خليفه، برضه عايزين نسمع منك موعظه، يعني وحاجه برضه بصوتك الجميل، حاجه ترقق القلوب كده. موعظه برضه الى الشباب. نعم تفضل. في هذه الايام نمر بازمه، فكثيرا من الشباب فقد عمله، وكثيرا من الشباب لا يجد عمل، فان لم يصبر فيصاب بالهم. الهم يا احباب، الهم جند خطير من جند الله عز وجل. الهم بل هو اشد جند الله، الهم هو اشد جند الله، يسلطه الله على من يشاء من عباده لينظر ما يعملون، وهو ان كان شعورا مجرد شعور وليس ماده، الا انه اشد اثرا من المؤذيات الماديه. ويؤكد هذا حديث الامام علي بن ابي طالب عندما سئل، قيل يا امام من اشد جند الله؟ فقال الجبال، والجبال يقطعها الحديد فالحديد اقوى، والنار تذيب الحديد فالنار اقوى، والماء يطفئ النار فالماء اقوى، والسحاب تحمل الماء فالسحاب اقوى، والريح تعبس بالسحاب فالريح اقوى، والانسان تتكفأ الريح بيده وثوبه وانفه فالانسان اقوى، والنوم يغلب الانسان فالنوم اقوى، والهم وما ادراك ما الهم، الهم يغلب النوم فالهم اقوى. اقوى جند الله هو الهم. كيف نواجه الهم يا احباب؟ نواجه الهم بالصبر، بالصبر. ان صبرت فلن تهم، ان صبر الانسان فلن يكون في حياته هم. الهم يا احباب جند خطير لا يعلم قدره الا المهموم، اما الصابر فهو اسعد خلق الله. صلى الله عليه وسلم كان صابرا، كان صلى الله عليه وسلم صابرا على البلاء. بماذا ابتلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابتلي رسول الله في بدايه بعثته كان يعذب من الكفار، كل يوم يجد الاسى امام بيته، كل يوم كان يصلي امام الكعبه ويضع الكافر التراب على راسه، كان يصبر صلى الله عليه وسلم، لذلك كان أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم له 3 من الأولاد، ماتوا 3 في حياة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تحملا على البلاء، لم يكن مهموما. نداء إلى صاحب الهم لا تحزن، ونداء إلى صاحب الهم، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله، إذا بليت فاسق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. يعني تنويه مرة أخرى، أي حالة مس أو سحر أو حسد تتواصل مع الشيخ أيمن المصري على أرقام التليفون الظاهرة على الشاشة، والتواصل برضو من خلال الصفحة الشخصية الشيخ أيمن المصري وقناته على اليوتيوب باسم الشيخ أيمن المصري، وكذلك صفحته الشخصية محمد الزوبي. شيخ أيمن، عاوزين رسالة إلى الشباب والبنات. رسالة إلى الشباب والبنات، اتقوا الله في شبابكم، اتقوا الله في هذه المرحلة التي تعد من أخطر المراحل. رسالة توجه إلى الشباب والبنات، عايز ربنا يكرمك في الدنيا تكون من السعداء، وعايز تفوز برضا الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يبقى تحسن الأعمال في شبابك. عايز تكون من
المستظلين تحت ظل عرش الله تبارك وتعالى يوم القيامة، اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري 7، يظلهم الله تبارك وتعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله. من ضمنهم شاب نشأ في طاعة الله، وانت طالع كده صغير، او اذا كنت ولد او بنت، الخطاب للاثنين للذكر والانثى. انت نشأت في طاعة الله من صغرك، بتصلي وعارف امور دينك، بتذكر وبتسبح دايما ليك ورد قرآني، يعني دامج برنامجك الدنيوي في تعليمك ببرنامجك اللي هو اساس اللي انت خلقت من اجل اللي هو الاخروي اللي هو الدين. فانت لو دمجتهم والله هتكسب الدنيا والاخره. فانت عايز تفوز وتكون كده قاعد مستظل تحت ظل عرش الملك. وطبعا في ناس في كرب وناس في هم وناس في جوع وناس في عطش، يوم عظيم كرب هم الشمس تدنو من الرؤوس، لكن اللي نشأ في طاعة الله قاعد مستظل تحت ظل عرش الملك. يبقى انت فزت اهو في الدنيا والآخرة. وركز كل شاب وكل فتاة، اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين أنفقه، من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ركز عن عمره، عمرك قضيته في إيه، شبابك قبلته في إيه، هل كنت في شبابك في طاعة وخلق ودين، ولا ضيعت شبابك؟ ما لكش يا عم، خليه يستمتع بشبابه وساعة لقلبك وساعة لربك يا حبيبي. بس يا ريت ساعة لقلبك وساعة الرب، يا ريت بس ساعة يمسك فيها القرآن أو العبادة أو الذكر، وساعة هتلاقي يقين إن هو بعد. ما احنا حياتنا كلها طاعة يا جماعة. كلمة طاعة إيه؟ أنا ماشي راح شغلي بسبح، ما دي طاعة. أنا راح لعملي، ما دي طاعة. أنا بلبس الثوب بتاعي وبقول أذكار لبس الثوب، ما دي طاعة. أنا قاعد آكل وبقول بسم الله، وبعد ما اكلت قلت الحمد لله، ما هي دي طاعه. انا كل يوم طاعه. الناس متخيله انا مش هفضل طول النهار اصلي لا مش كده، بس انت بايدك باخلاقك البرنامج اليومي اكون على طاعه. لو مت في اي وقت، ما انا لسه واكل ومسمي وحامد ربنا واستشعرت نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليا. لو مت بعدها انا ميت حامد لله، لبست الثوب وخرجت راح لشغلي بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، اتتني المنيه فانا على طاعه. في اي وقت. فالموضوع يا جماعه، طول ما انت ماشي صح، عندك قران وسنه، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنته، هكذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري. شوف بقى، هتتسال عن شبابك وقت فراغك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. شوف بقى انت كنت بدعواتك ازاي، شات على مواقع بحية، اللي قاعد طول النهار عمال يغني واللي قاعد يسمع اغاني. خلي بالك تليفونك ده والله لما تموت هتبعث عليه. شوف انت مليه ايه، مليه قران، منزل برنامج القران، منزل برنامج ادعيه، منزل المكتبه الشامله عشان تقرا وتتثقف في الدين، ولا مليه كليبات ومليه اغاني ومليه مناظر فاضحه وصور بنات عاريه؟ هتقول لربنا ايه لما تموت والتليفون بتاعك ده يبقى كده؟ فانت اختار لنفسك، دي رساله، رسالة لكل شاب ولكل فتاة. شوف انت اختار لنفسك الموت اللي انت عايزها. من عاش على شيء مات عليه. عشت على طاعة هتموت على طاعة. عشت على لذات وشهوات وضيعات هتموت عليها. أسأل الله أن يختم لنا بالصالحات الباقية، وأن يرزق يا رب الهداية لكل الشباب وكل فتاة. يعني كلام خطير جدا ورسالة مهمة جدا لجميع الشباب وجميع البنات. يعني ربنا يبارك فيك. اسال الله ان يرزقنا فيها الاخلاص والقبول يا رب. امين امين. عاوزين بقى دويتو زي اللي بدانا بيه بينك وبين الشيخ عبد الله خليفه. مفيش مشكله. هنكمل بقى اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد. ايها المسلمون، كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان شجاعا، كان قويا فتيا، كان يثبت يوم يفر الشجعان. يوم حنين لما اختلطت صفوف المسلمين وفر بعضهم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وقف وقفة شجعان، وقال أنا النبي بلا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي بلا كذب.
قال صلى الله عليه وسلم: أنا النبي بلا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو واقف وحده وقفة الشجعان. فكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يحب الزهد في الدنيا، كان يكتفي بالتمر والماء، كان ينام على الحصير، وهو الذي لو شاء لجمعت له الدنيا بأسرها. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان صابرا، قال له ربه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هو الذي قال له الله: فاصبر على ما يقولون. والله يا رسول الله لو ظللنا نتحدث حتى مماتنا، والله ما كفى الكلام. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خير. مولانا الشيخ، فضلتك اتكلمت عن نشأة الشاب من بيته، تمام؟ عاوزين رسالة لكل والد ووالدة بالنسبة للشباب. طب ان شاء الله النهارده رسالة كثيرة شكرا. اسأل الله. والله احنا بنستمتع بكلامك يعني. الله يكرمك. اسأل الله ان يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والله كم أتمنى يعني أن أرى هذه الأمة في تقدم وازدهار. والله الشباب يعني أسأل الله أن يهدي شباب المسلمين. الشباب دول في إيديهم، هم اللي يخلوا المسلمين في قوة. الشباب من ساعة ما اتبعوا الغرب واتبعوا، مش عايز أسمي مسميات عشان ما حدش يزعل، القصات الفلانية، اللي مش عارف المطرب الفلاني، الحلقة الفلانية، اللبس الفلاني، بعد ما انحرفنا كل الانحراف، حتى أخي اللحية اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة كل الأنبياء، دلوقتي بتاع مطلعينها عشان خاطر مش عارف مين الفلاني عاملها، بس دلوقتي معمولة إن هي موضة. الشنب الكبير، اللحية، شوف الفرق، بدل إن هو عاملها نية بيتقسم سنة بسلم بالمن هو عاملها عشان خاطر اللاعب الفلاني او الممثل الفلاني. فيعني احنا فعلا في هم، والله ما ضعنا وما تأخرنا الا ببعدنا عن الله. رسالة لكل اب، ورسالة الى كل ام: ان اردت النجاة عندما تلقى الله، فعليك ان تربي اولادك على منهج الله. خلي بالك الرسالة يا شيخ محمد. تاني مولانا. إذا أردت النجاة يوم أن تلقى الله، فعليك أن تربي أولادك على منهج الله وعلى سنة سيدنا رسول الله. فإن انحرفت وإن اعوجت وإن كنت في غفلة في من أمور الدنيا، ضعت وضاع كل أملك. شيخ محمد، إذا مات ابن آدم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. كل واحد، اوعى تفتكر بعد ما تموت صحيفتك هتتقفل. لا يا حبيبي، صحيفتك وميزان حسناتك بيفضل شغال. كل أب وكل أم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع الناس به، أو ولد صالح. خلي بالك بقى، بشوف من كلام النبي محمد المهم، الولد بس وسكت؟ لا، قال: ولد صالح يدعو له. لأنه هو لو مش صالح مش هيفتكرك، ولو دعالك دعوته مش هتبقى مستجابة. أما لو صالح الدعوة بتاعته إيه؟ مستجابة، لأنه صالح. فأنت لو تركت ابنك وعلمته القرآن وعلمته السنة، هيفتكرك دايما بالدعاء وعمره ما هينساك. لكن أنت لو أهملت فيه ونسيت، او نسيت ان انت تعلمه، والله هينساك بعد موتك، هينساك. ولو افتقرك هيبقى دعاء كده زي ما يقولوا ايه، تحصيل حاصل. لكن لو صالح هيفضل يدعي لك بكل اخلاص، وكل ما يدعي لك العبد كما قال صلى الله عليه وسلم يعني يرتقي درجه في الجنه، فيقول: يا رب باي عمل؟ بعد ما مات يلاقي نفسه كل يوم بيعلى درجه: يا رب ده باي عمل؟ الله تبارك وتعالى يقول له: بدعاء ولدك الصالح لك. انت سايب ابن صالح عمال ايه؟ يدعي لك، وكل ما يدعي لك انت بترتقي درجه. شوف الجمال، شوف الحلاوه. يبقى رسالتي لكل اب وكل ام:
عايز ربنا يكرمك وتفوز في الدنيا وتكون سعيد وتفوز بالجنة ورضا الله، يبقى تربي ابنك على القرآن والسنة. الله الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا مولانا. شيخ عبد الله الجني، كنت حابب توصل رسالة؟ تفضل سريعا بس عشان الوقت يعني. ازيك حاج سليمان؟ انا عبد الله. الشيخ حازم شمان، بلغنا انه اصيب بفيروس كورونا، شفاك الله يا شيخنا وعافاك، فاصبر اصبر وشفاك الله، نسال الله عز وجل ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما. اقول قولي هذا. خلي الشيخ عبد الله يختم لنا بقران كلام، يختم لنا بقران. شيخ عبد الله تفضل نسمع ايات من الصحف الجميل يعني، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. مشاهدي الأعزاء، مضى الوقت سريعا، أذكركم أي حالة مس أو سحر أو حسد تتواصل مع الشيخ أيمن المصري على رقم الظهر على الشاشة، وكذلك التواصل معنا على الصفحة الرسمية للشيخ، الشيخ أيمن المصري، وصفحتي محمد الزغبي، كذلك قناة اليوتيوب الشيخ أيمن المصري عليها الفيديوهات والحلقات. إن شاء الله استنونا السبت القادم الساعة 8 صباحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.